مسق لي قصة فيها عبرة، فيها تحدي، فيها حب للحياة، ومن لحظة ضعف وإحباط قدرات أنها ترجع أقوى من السابق، وأنها تكون رائدة في مجال عمرها كانت كتصور أنها غادي تدخل ليه وتحقق فيه نجاح كبير. فإيمان سقلي شابة مغربية تزادت في 1978 في الرباط، قرات في الرباط، ومن بعد مشات كملت الدراسة ديالها في المدرسة العليا للتجارة في باريس، خدمت في بزاف ديال البنوك الدولية وفي شركة أريفا اللي هي شركة مشهورة في تصميم محطات الطاقة النووية. كما كتشوفوا الحياة ديالها ناجحة ومستقرة وكل شيء مزيان، ولكن هذا الشيء كله غادي يتغير في اللحظة اللي مرضات الأم ديالها وتوفت، واللي كانت مرتبطة بها إيمان بزاف، كانت كتشوفها المثل ديالها الأعلى في الحياة، كانت كتشوفها كل حاجة زوينة. فهنا إيمان في الأول ما قدرتش أنها تخطى هذه الصدمة، مرضات بزاف، نهارت لدرجة ديال أنها نعست في السبيطار، ما كتقدرش توقف، ما كتقدرش تحرك، كل العقل ديالها هو بوحدو اللي خدام، وحتى الأطباء ما كانوش عارفين كيفاش وإمتى ممكن أنها تعالج، يعني كانت الأمور غير واضحة جدا. فهنا كان إيمان خاصها تختار، يا إما غادي تحدى وترجع للحياة، وإما غادي تبقى ناعسة مريضة كتستنى المجهول. فمي بدأت كتعافى شوية إيمان، قررت أنها تبدأ تقرأ الكتب، وبدأت بالكتب ديال الوالدة ديالها اللي كانوا معظمهم على التغذية، على الصحة النفسية، على كيفاش نغيروا اللايف ستايل ديالنا. فهنا إيمان ولات كتطبق هاد النصائح، وبشوية بشوية في ظرف وجيز جدا رجعت إيمان اللي كانت، جددات الطاقة ديالها، تعافات مونتالمون فيزيكمون، وهذا الشيء كان إيجابي جدا. فهنا قدرت أنها تمشي تبحث في هذا المجال السحري اللي غير حياتها ورجعها كما كانت في السابق وأقوى. فمني بدأت كتبحث شدها المجال كتر، وبدأت كتدير لقاءات مع خبراء، بدأت كتحضر دي كونفيرانس، بدأت كتخدم على تقارير ودراسات. فاستغرقت هذه المدة 15 سنة من البحث والتعمق حتى قررت أنها غادي تحبس الخدمة ديالها في مجال البنوك، وأنها غادي تفتح مشروع ديالها خاص بالتغذية وبالبيانيتر، وكيفاش نبدلوا اللايف ستايل ديالنا للأحسن. فالمشروع هو كتعد فيها وجبات صحية على التغذية، مكملات غذائية، وفيه بزاف ديال النصائح اللي هي جميلة. الحمد لله أن المشروع ديالها نجح، لقى صدى كبير في البلاصة اللي كتعيش فيها، وقدرات أنها تولي كتصدر فيه بزاف ديال الدول في الاتحاد الأوروبي. ولما لا نشوفوا إن شاء الله المشروع ديال إيمان في بلادها المغرب إن شاء الله.